بسم الله الرحمن الرحيم. حسب مراسلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا رقم 25/2021 إلى السادة الممثل القانوني لشبكة المراقبة التقنية بتاريخ 3 يونيو 2021، أصبحت المراقبة التقنية للمركبات بجميع أصنافها ممنوعة بشهادة تسجيل المركبات بعد 3 أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعدادها. باش غادي نعرف بأنه ما يمكنش ليا ندوز الفحص التقني وخاصني نجدد الكارت غريز الإلكترونية ديالي؟ الجواب هو في حالة إلا عندك كارت غريز إلكترونية داز على تاريخ نهاية صلاحيتها 3 أشهر، ما بقاش عندك الحق تدوز بها. للتذكير، فجميع البطائق الرمادية الإلكترونية المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010، أي قبل من تاريخ دخول مدونة السير حيز التنفيذ واللي ما فيهاش تاريخ نهاية الصلاحية، كملت 10 سنوات في 30 شتنبر 2020. إلا ضفنا لها 3 أشهر كانت غادي تبقى صالحة إلى 31 جنفر 2020. وما تنساوش ترقبوا تاريخ نهاية صلاحية البطائق الرمادية الإلكترونية وتقوموا بتجديد الحامل الإلكتروني ديالها